أهلا بكم. كيف هزت تظاهرات ثورة تشرين الأحزاب وسلطتها رغم قمعها بالحديد والنار؟ وهل ستظل ثورة تشرين سلمية مع ازدياد التفاعل الدولي مع قضيتها؟ ولماذا يراهن المتظاهرون على السلمية رغم سقوط نحو 1000 شهيد وإصابة عشرات الآلاف بجروح متفاوتة وصل منها إلى الإعاقة والعمى وبتر الأطراف؟ وما هو البعد الأخلاقي لسلمية تظاهرات ثورة تشرين في مواجهات عنف القوات الحكومية والميليشيات؟ وما هو الموقف الدولي من الثورة؟ وهل وصل إلى المستوى الذي يمكن أن يقال إنه داعم للتظاهرات؟ نناقش مشاهدينا الكرام تحت الضوء سلمية التظاهرات، ونبدأ الحوار والنقاش فيها بعد أن نشاهد هذا التقرير، نتابع سويا. في مشهد مؤثر يقف متظاهرو ثورة تشرين في العراق مواجهين عنف القوات الحكومية والميليشيات بسلمية تحمل بعدا أخلاقيا لثوار يمتد إرثهم الحضاري لآلاف السنين. نحو 90 يوما من بدء التظاهرات السلمية قدم المتظاهرون فيها أكثر من 1000 شهيد ونحو 21,000 جريح فضلا عن أعداد كبيرة من المعتقلين. وعلى الرغم من تلك التضحيات الجسيمة فإن التظاهرات لا تزال سلمية بامتياز. مفوضية حقوق الإنسان في العراق وثقت العنف الحكومي على المتظاهرين وأكدت وجوب التحقيق بالمواد المستخدمة في القنابل الغازية المسيلة للدموع التي تستخدم لقمع المتظاهرين، مؤكدة أنها تحوي مواد حارقة وأن التزايد المستمر في أعداد الضحايا دليل على عدم جدية الحكومة في إيقاف العنف المفرط على المتظاهرين. أما منظمة العفو الدولية فقد أكدت أن السلطات الحكومية في العراق تستخدم قنابل الغاز من النوع الخطير لقتل المتظاهرين، وأن عدم المساءلة عن القتل والإصابات غير القانونية على أيدي قوات الأمن يرسل رسالة مفادها أنه يمكنهم القتل والتشويه دون خوف من عقاب. ونشرت منظمات رقابية وحقوقية مختصة تقريرا مفصلا يوثق جانبا من الانتهاكات التي سجلت في أثناء التصدي للتظاهرات من حالات قنص المتظاهرين واستخدام الرصاص واعتقال الجرحى من المستشفيات. اللجان المنظمة للتظاهرات أكدت أن حكومة المنطقة الخضراء تراهن على عامل الوقت لإنهاء انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام، وأنهم ملتزمون بالسلمية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة. حكومة المنطقة الخضراء تحاول بشتى الطرق النيل من سلمية التظاهرات وجرها إلى العنف واستخدام السلاح بالاستفزازات التي تستخدمها من قتل واعتقال وتشويه، إلا أن تحلي المتظاهرين بنصيب وافر من الوعي جعل الحكومة وميليشياتها في حيرة لا تملك معها إلا استخدام القوة المفرطة في مواجهة السلمية لثورة تشرين. أرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوف الكرام في هذه الحلقة، الدكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو. مرحبا بكم. مرحبا بك دكتور فالح الخطاب، وأرحب أيضا بالدكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع السياسي ينضم معنا من ستوكهولم عبر سكايب. مرحبا بك دكتور عبد السلام. حياكم الله. أهلا بك دكتور، وأرحب أيضا بالصحفي العراقي الأستاذ أحمد الجميلي. أستاذ أحمد مرحبا بك. أهلا مرحبا. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي. طبعا بلا شك تظاهرات ثورة تشرين سلمية بامتياز، شهدها العالم. هذه التظاهرات التي حاولت الحكومة والميليشيات جرها للعنف أكثر من مرة وبمختلف الطرق ومختلف الظروف والمواقف، ولكنها أصرت على أن تبقى سلمية وشهد لها العالم بذلك. يعني الصفة الأبرز لهذه التظاهرات السلمية، ما هو مفهوم السلمية ولماذا في التظاهرات بالعراق تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثورة تشرين ثورة فريدة في نموذجها، فريدة في عطائها، فريدة في واقعها في الحقيقة. هذه الثورة على عكس ما هو مألوف في الواقع العراقي، الواقع العراقي حقيقة فيه حالات كثيرة من العنف
والعنف المضاد، انقلابات، حركات مسلحة، النفس الثوري إن شئت، نفس قصير. لكن هذه الثورة ثورة فعلا ثورة فريدة من نوعها، ثورة غير مسبوقة، ثورة غير مسبوقة حتى الآن بما فعلته، بما حققته، وبنتائجها التي نطمح أن تبلغ غاياتها النهائية. الميزة الأولى في سلمية هذه الثورة، أو لماذا هي سلمية؟ الحقيقة أكبر ميزة وأعظم ميزة من سلمية هذه الثورة هو أن هذه السلمية هي قوة جذب مركزية، هي قوة جذب كبرى. الحقيقة هذه القوة، قوة الجذب، استطاعت من خلال السلمية أن تقف في الشارع وأن تصبر على موقفها، ثم يبدأ استقطاب الناس. يعني الناس بدأوا ينظرون إلى هذا الشيء الجديد، الجديد في الشارع، ثورة، مظاهرات في البداية، دخلت الخط وطالبت بمطالب محددة من البداية. طبعا طالبوا بالوطن، طالبوا بهوية معينة للعراق، هوية جديدة. فكانت هذه في البداية وشأنها شأن أي حدث كبير في التاريخ، الناس ينظرون لها، ماذا ستفعل، كيف سيكون المآل، ما هو التدخل. انتظر الناس لفترة، ثم سرعان ما توسعت هذه الثورة بحكم كما قلنا السلمية، الثبات على هذه السلمية كان قوة جذب، قوة جذب حقيقة وقوة جذب كبيرة. هذه قوة الجذب استطاعت أن تجذب أعداد كبيرة مع الأيام. مع الأيام شهدنا أن هذه الثورة امتدت أطرافها بحيث بدأ يدخل فيها الكثير من الناس. من شأن قوة الجذب أن تفعل ماذا؟ أن تأتي بالمترددين، تأتي بالمتأملين، تأتي بالخائفين. عندما ينظرون إلى هذا الواقع يقبلون تدريجيا. هذا الواقع حقيقة لو عكسنا الآية، لو قلنا أن هذه الثورة، هذه الانتفاضة، هذه التظاهرات ردت على العنف الذي وجه لها بالقوة المضادة بأي شكل من أشكال القوة، لرأينا أن هذه القوة قد تحولت إلى قوة طرد مركزية كبيرة. بطبيعة الحال الناس الأضعف في المجتمع هم الذين يخافون من هذا الرعب، يخافون من هذا الدخول القاسي ويهربون، وبالتالي نشهد انحسار لموجة هذه الثورة بدل أن يكون الاصطفاف معها. لذلك أكبر شيء حققته هذه السلمية هو جذب الناس واعتبارها قوة جذب كبيرة جدا. مع الأيام دخل لها أعداد لم يكن أحد يتوقع، ربما أنا لا أبالغ إذا أقول حتى من خطط لهذه الثورة لم يكن يتوقع انضمام هذه الأعداد الكبيرة من الناس في كل المحافظات لها، على كل المستويات، منظمات، طلاب، عمال، نقابات مهنية، الكل دخلوا. وهذا السبب هو سبب السلمية الذي أتاح أن يجذب العدد الكبير من الناس للإيمان بمبادئ الثورة بعد رأوا ما فيها. دكتور عبد السلام الطائي، أستاذ علم الاجتماع السياسي من ستوكهولم. دكتور عبد السلام، بلا شك هناك بعد أخلاقي لسلمية التظاهرات، سلمية ثورة تشرين، وهذا البعد الأخلاقي يعني بلا شك هو بالتأكيد مستمد من العمق التاريخي للعراق وما يحمله هذا الشعب من قيم. يعني كيف تنظر إلى البعد الأخلاقي لسلمية التظاهرات ومدى تحقيقها لما تصبو إليه على الأقل يعني معنويا بتأثير بالنفوس، بحيث أن جبل الجليد أو جبل الخوف قد ذاب، بالتالي أصبح الشعب كله من خلال هذه التظاهرات يطالب بنفس المطالب التي ابتدأت بالمطالبة بوطن ولم تنتهي حتى الآن بمطلب إسقاط النظام. نعم، الحقيقة الانتفاضة التشرينية حيرت التاريخ لأنها قلبت الموازين المحلية العربية والدولية، حتى استطاعت أن تقلب أيضا المعايير البنيوية والإيديولوجية للسلطات الحاكمة في الداخل وحتى في الخارج. حيرت العالم لأنها أصبحت وبفترة قياسية جزء لا يتجزأ من الرأي العام العالمي، ثورة لا مثيل لها حسب رأي الواشنطن بوست، لأنها أشاعت ثقافة الحياة. عفوا، أنا مدى أسمع؟ نعم، أنا أسمعك جيدا دكتور، تفضل أكمل.
يعني صوتي مسموع؟ مسموع جيدا، نعم دكتور، تفضل أكمل. شكرا. ثورة حريقة كانت أخلاقية لأنها أشاعت ثقافة الحياة ضد ثقافة الموت للأحزاب وللمرجعية، المرجعية التي شرعنت العنف بالفتاوى، حتى أصبح العنف والدم والقتل من حالة شاذة في الدين والسياسة إلى وكأنه واجب ديني وواجب أخلاقي. حاشا للأديان أن تقول ذلك. أفشلت نظرية الموت بالمخدرات لقتل الشباب التي جاءت من إيران. انتفاضة أسقطت نظرية ولاية الفقيه التي تعتبر الآخرين قاصرين، فانتحرت هذه النظرية على أسوار بغداد مرتين، الأولى كانت في القادسية الثانية، والثانية كانت في ثورة شباب التشرينية. ثورة حيرت التاريخ، نعم، لأنها وحدت الدم العراقي، وحدت العراقيون، وحدت الهوية العراقية، أثبتت أن العراقيين ولاؤهم وانتمائهم للعراق، لا للأحزاب ولا لدول الجوار. هذه هي المعايير والمعاني الأخلاقية لشباب ثورة تشرين. خلاف ذلك، ما نلاحظه من معايير لا أخلاقية استخدمت ضدهم في مجال استخدام القوة المفرطة المدانة، والتي تعتبر تلك القوة جريمة دولية في القانون الدولي. وشكرا. نعم، أستاذ أحمد الجميلي، الصحفي العراقي، دائما ما حاولت يعني القوات الحكومية والميليشيات أيضا جر هذه التظاهرات وسحب بساطة السلمية من تحت أقدامها وجرها إلى العنف، ولكن طالما تفشل هذه المحاولات، لماذا من وجهة نظرك يعني هذه المحاولات متواصلة لتشويه صورة التظاهرات ومحاولة جرها إلى العنف، بينما هي بسلميتها الآن قد انتصرت أمام العالم؟ نعم، كما هو واضح للجميع أن أسلوب القوات الحكومية وكذلك الميليشيات التي تولت عملية قمع الاحتجاجات في الحرات قد اتخذت استراتيجية سيطرة التظاهرات من أجل توفير الأجواء المناسبة عملية قمعها وعملية إنهائها بقوة السلاح. منذ اليوم الأول الذي انطلقت فيه التظاهرات في العراق، رفع المتظاهرون شعار السلمية، وكما وصفه ضيوفك أنه كان أسلوب وكذلك كان نهج، وأنا أسميه سلاح كما يسميه المتظاهرون في ساحة التحرير، حيث كانوا وما زالوا يرفعون الشعارات بالسلمية هي سلاحنا من أجل تحقيق المطالب التي نصب إليها. لذلك كما هو واضح وكما قلت أن الجهات الحكومية وكذلك إعلان الأحزاب المشاركة في السلطة حاولوا بشتى الطرق استيطنت هذه التظاهرات من أجل القضاء عليها. نعم، ابقى معي أستاذ أحمد الجمالي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى، أعود إليك دكتور فالح الخطاب. يعني بالتأكيد أن هناك استراتيجية لسلمية التظاهرات من أجل تحقيق أهداف هذه الثورة وهذه التظاهرات. فيما يخص يعني هذه التظاهرات تحديدا في العراق في ظل الظروف المحيطة من محاولات جر المتظاهرين للعنف، من محاولات تشويه صورة هذه التظاهرات أمام العالم من خلال بعض الصور وبعض المواقف التي حصلت داخل ساحة التظاهرات، وحتى السياسيين يخرجون ليصفوا المتظاهرين بأوصاف بذيئة، يعني لكي يحاولوا يعني وسم هذه التظاهرات بأشياء غير جيدة. مع ذلك يعني الصحف العالمية مثل ما تفضل الدكتور عبد السلام الطائي وكثير من وسائل الإعلام وصفت هذه التظاهرات بأنها تظاهرات تاريخية نقلت العراق من مكان إلى مكان آخر. العراق قبل ثورة تشرين يختلف عن العراق ما بعد ثورة تشرين. يعني نتساءل عن استراتيجية سلمية التظاهرات، كيف يمكن لهذه السلمية أن تحقق أهداف
الثورة التي خرجت من أجلها والتي ابتدأت بالمطالبة بوطن ولم تنتهي ربما حتى بإسقاط النظام، ربما ستكون هناك مطالب أخرى بمحاكمة السراق ومحاكمة قتلة المتظاهرين. نعم، واضح من خلال مجرى أو مسيرة الانتفاضة هذه أن قيادة الانتفاضة واعية لما تفعل. هناك بالفعل استراتيجية، قيادة الانتفاضة وضعت استراتيجية وملتزمة بها رغم المغريات والإغراءات ورغم يعني أسباب كثيرة تحاول ثنيها عن المضي في هذه الاستراتيجية. لكن واحدة من أكبر وأهم هذه الاستراتيجيات هو استراتيجية عدم الانجرار وراء الاستفزاز المقابل. كانت هناك محاولات كثيرة كما نعلم، بدأوا بالقمع، القمع يعني كان القمع قمع غريب من نوعه، قمع في الرأس يضرب وقمع مباشر وقريب، واستخدمت فيه قنابل غاز لا تستخدم في مثل هذه الحالات والمجالات، أشياء كثيرة فعلوها ظنا منهم أنهم ربما يدخلون عامل الخوف، ربما يدخلون عامل الثأر، لأن نعلم أنه كثير من المتظاهرين ينتمون لعشائر، عندهم سلاح، إخوانهم في الكذا، فبالتالي هذا موجود. لكن ثبات القيادة الانتفاضة على موقفها وسلميتها أدى من ضمن أهم الاستراتيجيات، أدى إلى جذب أعداد كبيرة، سواء كان بالتعاطف أو سواء كان بالإيمان، عندما يرون مجموعة تقف ثابتة رغم القمع، رغم كل شيء يدعو للخوف، ولكنهم لم يكونوا يخافون، بقوا وقفوا صامدين ثابتين، رفعوا شعارات جديدة، الأعلام العراقية التي كانت تزين المشهد لا صور ولا أسماء ولا علامات، العلم العراقي والعلم العراقي وحده، ثم نريد وطن. هذا كله دعا بقية الناس المترددين الخائفين الذين لا يعرفون من يقف خلف هذا. المسألة بسيطة، القضية قضية العراق، القضية قضية العلم العراقي، القضية قضية الوطن، القضية قضية كبيرة جدا. هذا التدرج، هذا التطور الاستراتيجي دعا إلى مشاركة أوسع. نحن نعلم أن المشاركة الأوسع في الحركات يؤدي إلى توسيع أهدافها، بمعنى بدأت بتظاهرة ثم ثنت بانتفاضة، هذا التوسع، هذه القدرة على استيعاب الآخرين قد يقودها إلى مجال الثورة. وكما نعلم طبعا هناك العصيان المدني، هناك الإضرابات، هناك أشياء كثيرة. هذه الاستراتيجية طبعا انطوت هذه الاستراتيجية على أشياء عظيمة رائعة، يعني نحن فعلا يعني نقف بخشوع أمام هذه القيادة. مثلا هناك حالة نقدر نسميها الغموض الإيجابي، الغموض الإيجابي حالة فعلا هم يتميزون بها. هناك غموض، الكل يسأل من يقف خلف هذه الثورة، من يقف خلف أسماءهم، لماذا لا يعلن ممثلين لهم. هذا الغموض غموض حقيقة ليس سلبي لكن إيجابي، ولد رعبا لدى الأحزاب في العراق، ولد رعبا وولد في المقابل، يعني خلى الطرف المقابل الطرف النظام في حيرة من أمره، بل حتى الأطراف الدولية في حيرة منه، من يقف خلفها، من يملك ثبات الأعصاب، هذا قوة الشكيمة، قوة العزيمة التي لم تتأثر. وبالتالي نرى الطرف المقابل يوميا يغير وجه، يوميا يغير تكتيك، يوميا استراتيجية، ثم بدأوا يتلاومون، أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أنتم السبب، أنتم الكذا، يطرحون الأوراق. كل هذا الغموض الإيجابي والصبر الإيجابي، صبر إيجابي عجيب، أدى إلى أنه تكون هناك استراتيجية تمكنت في الأرض، تجذرت في الأرض. اليوم لا أحد يتكلم عن الرجوع إلى الخلف، اليوم الكل يطالب بالنظام بأن يفعل المطلوب من عنده وليس الثورة. الثورة الآن أعلنت عن هدافها وقالت نحن أزاء تغيير شامل للنظام، ولذلك من ضمن الوسائل وسائل العنف لم تنفع، وسائل أتوا بوسائل سلمية، فبدأوا يطرحون أسماء على أساس أن هاي الأسماء ممكن تكون مرشحة، وبدأت هناك ركوب الموجة من خلال بعض الأسماء وعلامات التأييد لها وعلامات الكذا. وقيادة الثورة يعني لا تملك إلا أن تصدر بيان وتقول ببساطة بسيطة، كل من شارك في العملية السياسية بعد 2003 مرفوض ببساطة. فأنت أزاء قيادة
تملك استراتيجية تنتقل من خطوة إلى خطوة حسب المشاركة الجماهيرية التي تتيح الانتقال وصولا للثورة الشاملة التي تأتي على هذا النظام من أركانه. نعم. دكتور عبد السلام، كيف تنظر إلى الإسناد الاجتماعي أو الإسناد يعني الجماهيري لهذه الثورة؟ بالتأكيد أن الثورة وقودها يعني الناس المؤمنون بقضيتها، يعني كيف تنظر إلى يعني مؤازرة الجماهير العراقية لهذه الثورة رغم محاولات الحكومة ومن هو مستفيد من الأحزاب تشويه صورة هذه التظاهرات العفوية التي سقط فيها أكثر من 1000 شهيد وكلهم أعمارهم ما بين 17 و 18 ومطالبين بوطن وبكرامة؟ هو الحقيقة أهم إسناد هو الإسناد المعنوي. لا. الإسناد المعنوي وفقدان الكرامة وعدم الإحساس بالمواطنة كان واحدا من أهم الأسباب التي ساهمت في تمويل الثورة من الناحية المعنوية. فهؤلاء الصوت يتقطع. نعم دكتور، نحن نسمعك بشكل جيد، أكمل تفضل. فروح المواطنة التي فقدوها، نعم، والإحساس بأن الدخلاء أصبحت لهم حقوق تفوق حقوق العراقيون الأصلاء. يعني كلنا نعلم أن هنالك مئات الألوف دخلوا إلى العراق بحجة الزيارات وغير ذلك، وحلوا محلهم في مجالات العمل، في مجالات الحياة، وأعطوا الأولوية في كل المجالات، أعطوا الأفضلية. وعلى سبيل المثال القوانين التي أصدرتها الحكومة والبرلمان التي استفزت مشاعر العراقيين الأصلاء عندما أصدروا قانونا باعتبار مجهولي النسب اللقطاء كريمي النسب وأصبحوا مفضلين بالامتيازات مثل قانون الربحة وغيرها من القوانين. هذه كلها كانت عوامل مهمة في إسناد الروح المعنوية للثوار. الثورة أهم ما فيها سلميتها، ويجب أن تبقى سلمية رغم محاولات الاستفزاز التي يتعرض لها الشباب لغرض مجابهة القوة بالقوة، وبلا شك هنالك قوة غير متكافئة بالنسبة إلى الشباب. البعد الأخلاقي أيضا لدى الشباب هو نابع من عقيدتهم ومن ثقافتهم العربية الإسلامية. هم قرأوا التاريخ، وتاريخ العراقيين وتاريخ العرب المسلمين يختلف عن تاريخ الفرس. كالتاريخ علمنا أن لا نقتل طفلا ولا نقطع شجرة ولا نقتل امرأة ولا شيخا، في حين أن العقيدة الفارسية التي ظهرت في مجابهة المنتفضين قامت على قتل الشباب وعلى قتل النساء وعلى قتل الشيوخ وعلى الكثير من الممارسات التي تعود إلى تاريخهم المعروف. ما الثورة السلمية الحقيقة لربما تتحول إلى ثورة غير سلمية، ولكن ليس من جانب الشباب الثائر السلمي. نعم. مثل ما حصل في الثورة الفرنسية الحقيقة، حالما انتفض الشعب الفرنسي سافر فجأة الرئيس ديغول وبمعيته رئيس الوزراء جورج بومبيو إلى ألمانيا، مثل ما يحدث لدينا الآن في العراق حينما طار الوزراء والرؤساء والمسؤولين إلى إيران. نعم. كان هدفهم من الذهاب إلى ألمانيا فقط للإطمئنان على أن الجيش لا يتضامن مع الثوار. الذي حصل أن الجيش تضامن مع الثوار وحل البرلمان وجمد الدستور وأجرى انتخابات مبكرة، وهذا من المحتمل حدوثه. وتكررت هذه الحالة في فرنسا بثورة الشباب الطلابية عام 68، أيضا أجبرت الأسومبلي جنرال الجمعية الوطنية على إعادة النظر بالدستور. نعم. والوقوف مع الشباب. ولكن إلى الآن دكتور عبد السلام الطائي، الثوار والمتظاهرون في العراق هم يراهنون على هذه السلمية. لنستمع إلى رأي الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. لماذا أستاذ أحمد الثوار في العراق المتظاهرون منذ انطلاق هذه الثورة يراهنون على سلميتها وأنهم سوف ينتصرون بسلميتهم؟ نعم،
نعم، هنالك قناعة لدى المتظاهرين من أن وقوفهم في ساحة التحرير واستمرار مطالبتهم بالحقوق وبإزالة الطبقة الحاكمة التي جلبت الخراب والدمار والفساد للعراق، بأن هذه وقفتهم وسلميتهم كانت كفيلة بإيصال صوتهم إلى أقصى أصقاع الأرض، حتى اعترفت بها الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية، وكذلك أصبحت محط أنظار المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وبالشأن الإنساني والحقوقي في العالم. لذلك هذه السلمية كانت من أبرز أسلحة الاعتصامات وأبرز أسلحة التظاهرات، رغم الحملات المتواصلة لإعلام السلطة ولإعلام الميليشيات والأحزاب من طعن وتشويه هذه التظاهرات لكي يسهل لهم عملية القضاء عليها. وكلنا شاهدنا كيف استثمرت أحزاب السلطة وإعلام السلطة، كيف استثمر حادثة ساحة الوثبة وكيف أبرزوها الإعلام وصوروها على أنها تمثل غالبية المتظاهرين، إلا أن استمرار المتظاهرين في سلميتهم قد أفشل هذه المحاولة، وكان صوت السلمية هو الصوت الأبرز للمتظاهرين في العراق. نعم، ابقى معي سيد أحمد الجميلي. دكتور فالح، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت دعت المتظاهرين إلى مواصلة التظاهرات ومواصلة التعبير عن آرائهم وعدم التوقف عن التفكير الطموح. هذا التصريح الخطير والجديد للممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق يدفعنا للتساؤل عن الموقف الدولي من التظاهرات السلمية في العراق، كيف يمكن وصفه؟ للأسف الموقف الدولي كما عبرنا مرارا لا يمكن التعويل عليه ولا الاعتماد عليه. هناك يعني لسببين. السبب الأول أن هذا الموقف الدولي، وحتى نكون صريحين وواضحين، لما نقول دولي يعني أمريكي تحديدا، أمريكي بريطاني، يعني هذا الحقيقة. الموقف الدولي هو حقيقة موقف مرتبط بإيران. ما هو وضع إيران؟ يعني للأسف ينظرون إلى العراق من الزاوية الإيرانية، كم حجم إيران، كم تغولها، كم مساحتها، كم تمددها، هذا هو يعني الموقف الدولي. الموقف الدولي مرتبط كثيرا بالوضع الإيراني في العراق، وكما نعلم أن هناك الآن مشكلة بين إيران وأمريكا، ليس على حبا بالعراق وليس كرها بإيران. القضية هي الولايات المتحدة تطالب إيران بالعودة إلى تفاهمات 2003 التي بموجبها تم تقسيم الأدوار في العراق، لكن إيران استطاعت أن تتسلل وتتغلغل عبر حدود، ونعرف هذه قصة طويلة. وبالتالي هذا السبب الأول الذي يجعلنا ما نعتمد على هذا العامل الدولي. الأمر الثاني في هذه القضية هو أنه هذه الثورة هي ثورة رائعة عظيمة انبثقت من تلافيف خلايا ومخ هذا الشعب العراقي. طيب. وبالتالي العامل الدولي الآن يقف متسائلا، من هذه الثورة؟ من يقف خلفها؟ من يقف وراءها؟ ويخاف هذا العامل الدولي، وتحديدا لنكون واضحين، العامل الأمريكي الذي هندس الوضع الكارثي في العراق، يخاف أن يأتي الشعب العراقي لكي يزيح العملية السياسية ويلقي هذه العملية تحت أقدام العراقيين، وبالتالي كل جهود الولايات المتحدة في وأد العراق ودفن العراق تذهب إلى الجحيم. هذا هو العامل الدولي الذي يخاف. أما اليوم ما نسمع من المندوبة الأممية شربت حليب إسباع أو تفطنت لهذه الثورة ودعت العراقيين، لأنه مرتبط بالغارات ومرتبط بالموقف الأمريكي وما شكل. فلذلك إحنا الموقف لا نعتمد عليه، نعتمد على هذه الثورة، على وعي الشعب العراقي. والشعب العراقي بالمناسبة هذه الثورة أعطتها وعي شامل تاريخي غير مسبوق. أنا أؤكد على كلمة غير مسبوق، يعني يمكن إحنا نعاني من مشكلة عمرها 1000 سنة، هذه الثورة استطاعت أن تدوس عليها بأقدامها، تنهي هذا الوضع الشاذ.
العراقيين الآن عاد لهم الوعي، عاد لهم الوعي بعد أن كانوا يعني منقادين إلى مرجعيات يعني 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 هل هي وهمية حقيقية أورثت العراق موارد الهلاك؟ الآن انتبهوا والآن عاشوا في صحوة وفي حقيقة، وبالتالي لا يمكن خداعهم بعد الآن أبدا. طيب دكتور عبد السلام، من وجهة نظرك إلى أي مدى تتفق أن الأمريكيين قلقون مما يجري في العراق، قلقون من هذه الثورة السلمية التي ستزلزل العملية السياسية التي جاءوا هم بها؟ نعم، أولا النظام الأمريكي الحقيقة يعني بهذه المناسبة النظام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان حصرا مسؤولا أكثر من غيره عن حماية أرواح المتظاهرين العراقيين، لأن ما يحصل اليوم في العراق ما هو إلا مخرجات الاحتلال الأول حينما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية بدون قرار دولي للعراق، ومن ثم الأسوأ من ذلك سلمت العراق على طبق من ذهب إلى إيران. الإشكالية التي فيها الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن الحماية الدولية للمتظاهرين متوفرة بالقانون الدولي، ولذلك وبفترة قياسية أصبحت التظاهرات الشبابية جزءا لا يتجزأ من الرأي العام العالمي، إضافة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 48 وفق المادة 18 تؤكد على حرية الفكر وحرية الدين وحق التظاهر وحق التجمع السلمي، فاستخدام القوة يعتبر بالموجب القانون الدولي جريمة دولية، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تحترم هذه القواعد، وأظنها أنها هذه المرة ستحترم هذه القواعد لاعتبارات ولمصالحها الخاصة في صراعها مع إيران. وبدليل أن الموقف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بدأت تدفع ما ذكرته الممثلة الأممية بمجلس الأمن، والتي أشارت بطريقة وأخرى إلى استخدام الرصاص وإلى استخدام القوة المفرطة، وأشارت بأن تلك الممارسات تعد جريمة دولية يحاسب عليها القانون. يعني أن الموقف الدولي مثل ما تفضل الدكتور فالح الخطاب يعني ينطلق من مواقفه من زاوية التعامل مع إيران، ولا ينظر إلى تظاهرات سلمية بإبادة الشباب العراقي من قبل الأحزاب والميليشيات المسلحة، وإنما ينظر إليها من خلال زاوية التعامل مع إيران والضغط باتجاه التحصيل على الكثير من المكاسب لصالح الولايات المتحدة. إلى أي مدى ذلك صحيح؟ نعم، سياسة التخادم الدولي معروفة، وسياسة المصالح ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم. إيران وأحزابها الحاكمة في العراق الآن أصبحت تهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. انتهى حسب تقديري أو حسب تقدير الكثيرين الصراع الدولي الذي يقوم على المبادئ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. انتهى عصر الإيديولوجيات تقريبا، وخاصة الإيديولوجية الشيوعية. فعصر التفاهمات وحالات الاستخدام والمصالح المشتركة نعم هي التي حركت الموقف الدولي، بما فيه الموقف الأمريكي أو في مقدمته الموقف الأمريكي، وكذلك موقف الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد. ولذلك أكثر من دولة طالبت وأعلنت بإدارتها للعنف، واستخدام العنف يعد جريمة دولية يعاقب ويحاسب عليها الذين يستخدمونه طال الزمن أم قصر. نعم، شكرا لك دكتور عبد السلام. أستاذ أحمد الجميلي، يعني من خلال يعني المتظاهرون هناك وأنتم في بغداد، كيف ينظر المتظاهرون في العراق وهم سلميون والكثير من الضحايا يسقطون بنيران الميليشيات بالرصاص بالقنابل المسيلة للدموع، والعالم المتفرج عليهم هكذا المتظاهرون، هل يعولون على مواقف دولية من أجل انتصار ثورتهم، أم أنهم مؤمنون بأن النصر قادم من النفوس العراقية من قلب وروح هذه الثورة وسلميتها؟ نعم، حقيقة المتظاهرين يعني يعولون على نفسهم الطويل وعلى صبرهم وعلى
مواصلتهم للتظاهرات وإدامة زخمها وهي الكفيلة بنظرهم التي سوف تحقق المطالب والأهداف التي انطلقت من أجلها التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي. ليس هنالك أي أمل يرتجى من المجتمع الدولي، والأمثلة على ذلك كثيرة. ماذا فعل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها للشعب السوري وهو يقتل بشتى أنواع الأسلحة ويهجر من بلده؟ لذلك المتظاهرين يعني يعولون على أنفسهم ويعولون على استمرار التظاهرات واستمرار الاعتصامات وهي الكفيلة بتحقيق المطالب. لذلك نرى أن المتظاهرين في ساحة التحرير وفي غيرها من ساحات التظاهر دأبوا على إدامة زخم هذه التظاهرات بشتى الفعاليات وشتى الأعمال الثقافية والفنية من أجل إدامة زخم هذه التظاهرات وإيصال صوتها للقاصي والداني من أن هنالك شعب يطالب بحقوقه وهو يستحق أن يعيش في بلد يضمن له أبسط هذه الحقوق رغم كل عمليات القمع ورغم كل عمليات التنكيل التي تعرض لها المتظاهرين إلا أنهم مواطنون. نعم أشكرك دكتور فالح. يعني ماذا فعل المجتمع الدولي للسوريين حتى يفعل للعراقيين ولنصرة ثورتهم السلمية؟ مثل ما تفضلتم يعني المجتمع الدولي لا ينصر هذه الثورة وإنما هو ينظر إليها من خلال الزاوية الإيرانية كما تنظر الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك أصوات تصدر من هنا وهناك، كيف لتظاهرات سلمية أن تحقق مطالبها؟ يعني البعض يرى أنه قبل شهر من الآن لو أن الأحزاب دخلت بقوة إلى التظاهرات قبل شهر من الآن كان بالإمكان أن تنهي الثورة بأكملها، ولكن الآن يعني انصدمت بهذا الواقع بازدياد زخم الثورة وازدياد قوة المتظاهرين وسلميتهم وبصدور عارية يتلقون الرصاص الحي. يعني كيف يمكن أن يرد على هذه الأصوات التي تقول بأن كيف يمكن لمتظاهرين بلا سلاح أن ينتصروا أمام ميليشيات مدججة بالسلاح ولديها خزين أسلحة ولديها خزين النفط بيدها ولديها يعني المنافذ الحدودية ومواردها بيدها وهناك التجارة المشبوهة أيضا بيدها المخدرات وما شابه؟ يعني كيف يمكن أن تصمد تظاهرات سلمية أمام هذه القوة المالية وهذه القوة في السلاح؟ نعم هذا صحيح، كل أسباب القوة اللي تفضلت بها موجودة لدى الطرف الآخر لدى النظام. هذا النظام يملك المال، يملك السلاح، يملك انعدام القيم، انعدام الضمير، ليس عنده دين، ليس عنده قيم، ليس عنده انتماء. هذا مهم طبعا، هو يعني لا ينتمي إلى العراق، جنسيته غير عراقية، انتماء غير عراقي، يعمل لصالح الوكالات الأجنبية سواء كانت إيران أو أمريكا أو ما شابه. لكن هناك حقيقة مهمة جدا، وهذه الحقيقة تتمثل في أن هذه الثورة أعادت الوعي للشعب العراقي بطريقة غير مسبوقة. وأنا أؤكد على أنه منذ 1000 عام لم يحدث نضج في الوعي كما يحدث هذه الأيام. هناك وعي، أنا أؤكد وأقول ولست متشائما، لكن أقول لو قدر لأي قوة أن تنهي هذه الثورة بالعنف بالدبابات بالطائرات، لكن جذور هذه الثورة سوف لن تموت أبدا. هذه الثورة أيقظت في العراقيين حب العراق، اكتشاف العراق، اكتشاف الوطن، اكتشاف الهوية الوطنية، وبالتالي نحن تخطينا، تجاوزنا هذه المرحلة، لا عودة للوراء. ما هو قادم؟ هو قادم، القادم أن هذا النظام بما يملك من مال، من سلاح، من كل ما يملكه، هو ليس إلا سلطة قمعية بطشية، سلطة دم، ولاية دم، بينها وبين الشعب بحور من الدم، بينها وبين الشعب الانتقام والخلع وإسقاط هذا النظام، طالت هذه الأيام أو قصرت.
كل مشكلة العراق الآن أن الوضع العراق يختلف عن غيره. الثورات لها قوانين، نحن كما قال قبل قليل الدكتور عبد السلام أشار إلى مثال فرنسا، هناك قضية يعني في كل العالم الجيش في الغالب يقف يتفرج ثم ينظر، إذا كان المزاج الشعبي قد انتشر وتوسع وبانت الأمور ينبغي ضابط شريف أو ضباط مجموعة ضباط لكي ينصروا هذا الشعب. في العراق أدرك الاحتلال الأمريكي منذ البداية الحاجة إلى حرمان العراق من جيش، وبالتالي ألغى وجود الجيش بالكلية. اليوم المشكلة لا يوجد جيش ينصر المتظاهرين، الجيش الموجود حاليا جيش، كلمة جيش بين قوسين استخدمها، الجيش الموجود هو جيش مقسم ولاء بين إيران وأمريكا. هناك وحدات أقامتها الولايات المتحدة لما يسمى مكافحة الإرهاب، وحتى هذه إيران جردتها من 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 أنيابها، ثم هناك القوات التي يعني ولاءها لإيران. وبالتالي المتظاهرين الثوار لا يمكنهم التعويل والاعتماد إلا على أنفسهم، إلا على هذا الوعي الذي تكرس والذي سيقاوم سينهي أي نظام. أي نظام لا يمكن أن يقوم على الدم وعلى القمع كما نشهد اليوم. النظام يترنح، النظام حائر، النظام يقاتل بعض بعضا، النظام مهزوز مهزوم، انتهى هذا النظام. ليس هناك إلا إعلان وفاته، وهذا قد يكون في المرحلة القريبة أو المتوسطة وفي كل الأحوال البعيدة، لكن الثورة انتصرت وانتصرت بقوة. نعم دكتور عبد السلام، هل الثورة انتصرت بسلميتها؟ بلا شك، يعني أفضل وأهم مؤشرين أخي الكريم أنها أسقطت رئيس الدولة، رئيس الوزراء، وأسقطت رئيس الجمهورية، واستطاعت بأقل من 4 أسابيع أن تنتقل إلى العالم الخارجي. 40 سنة الخميني ونظرية ولاية الفقيه يتحدثون ويحلمون بتصدير الثورة إلى العراق، الذي حدث العكس. شباب العراق وبطرق سلمية وبأقل من 40 يوم صدروا ثورتهم وأشعلوا الشارع الإيراني. فقط أريد أن أعرج وأن أوضح مسألة إذا سمحت لي. الموقف الدولي الذي تفضل به الأخوة، الموقف الدولي أو المجتمع الدولي يعطي إشارات، يعطي مفاتيح، وعلى الشعوب هي التي تتحرك. المجتمع الدولي يتحرك من قبل الشعوب باتجاهين، الاتجاه الأول هو المقاضاة والمساعدة، والاتجاه الثاني بعد صدور قرار من مجلس الأمن باستخدام القوة مثل ما حصل في العديد من الدول. عموما يعني المجتمع الدولي الآن يقول لك أنه هذه الجريمة كما ذكرت ممثلة الأمم المتحدة تعتبر جريمة دولية يحاسب عليها القانون. نعم، ولكن لم نصل إلى مستوى لا المقاضاة ولا المساءلة. نعم، يأتي وقتها. المسألة الثانية استخدام القوة. حدث استخدام القوة وإن كان ليس من أجل عيون العراقيين ولكن لمصالح مشتركة. المهم ضعف إيران في العراق وخارج العراق وخاصة في العراق، يعتبر العراق أهم من كل دول المنطقة لإيران. ضعف إيران في العراق هو قوة للعراق ولكل القوى التحرر في الوطن العربي وكل الدول التي تعاني من العربدة الإيرانية. يبقى الشعب مصدر السلطات، ويبقى قرار اليوم قرار الثورة هو قرار الشعب وليس قرار سلطة، لا سلطة عراقية ولا سلطة جوار ولا غيرها. أملا وكبير بأن الثورة ستنتصر لأنها فعلا حيرت التاريخ وحيرت العالم، وشكرا جزيلا. شكرا لك دكتور عبد السلام. أستاذ أحمد الجميلي، في دقيقة أو دقيقتين، يعني كيف تصف انتصار سلمية ثورة تظاهرات تشرين؟ يعني هل ترى أنها وصلت إلى مرحلة الانتصار ومثلما يصف البعض إسقاط أصنام الخوف وأصنام العمالة للخارج وأصنام الأجندات الخارجية؟ نعم، بالتأكيد لحد الآن ما حققته ثورة أكتوبر والتظاهرات في العراق إنجازات كبيرة، لعل أبرزها هو إعادة إحياء الوعي لدى المواطن العراقي من أن هنالك طغمة حاكمة استخدمت الطائفية واستخدمت الدين
غطاء لممارسات فاسدة ونهبت أموال البلد وحولتها إلى الخارج وحولتها إلى البنوك في لبنان وفي إيران وفي غيرها من الدول. هذه أبرز ما حققته سلمية هذه التظاهرات، وأيضا ما حققته هذه التظاهرات هي أنها أسقطت كل المقدسات الزائفة من جماعات مسلحة وكذلك من جماعات دينية كانت وما زالت تمارس الفساد تحت غطاء المذهبية وتحت غطاء حب آل البيت وغيرهم من الشعارات الدينية. هذه السلمية هي كانت أبرز ما ميز هذه التظاهرات، وهي أبرز سلاح استطاعت من خلاله هذه التظاهرات أن تزحزح عرش هذه الأحزاب الفاسدة وتجعلها تفكر ألف مرة من أجل إيجاد مخرج وإيجاد مهرب يمكنها من النجاة بجلدها أمام المحاكمة التي يلوح فيها المتظاهرون لكل الطبقة السياسية الفاسدة. شكرا لك أستاذ أحمد. دكتور فالح الخطاب، أخيرا يعني في كلمة أخيرة، ربما يكون العنف هو الحبل الذي سيخنق مرتكب هذا العنف، يعني ممكن أن تكون الأيام القادمة هي الأيام الفيصل التي يثبت بها السلميون من المتظاهرين أنهم قد انتصروا بعنف هذه الأحزاب وبعنف هذه السلطة القمعية. نعم، نحن نقول شيء واحد، أنه استمرار السلمية هو استمرار لدعوة ودعوة لمشاركة أوسع. كلما كانت مشاركة الشعب العراقي أوسع في هذه الانتفاضة سيكون هو العامل الحاسم في تحولها إلى ثورة شاملة. الثورة الشاملة هي الثورة التي لا يمكن الهجاز عليها، لا يمكن قمعها، لا يمكن الوقوف في وجهها، وبالتالي أي وسيلة أخرى غير السلمية سيكون أقصر طريق لوأد هذه الثورة. نحن نقول السلمية، نقول المشاركة الواسعة هي السبيل لكي تتوسع الثورة وتتوسع أهدافها ونؤمن انتقال أوسع وأسرع إلى تحقيق أهدافها الكبيرة. نشكرك شكرا جزيلا، ضيفي في الاستوديو دكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك. ونشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع السياسي في ستوكهولم، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك دكتور عبد السلام. وشكرا لك أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، كنت معنا من بغداد. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.